السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة لو قرأتها عند دخول بيتك أو عند دخول منزلك فإنها تنفي الفقر عن أهل بيتك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الأول في أداب وأذكار وأدعية علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم نقولها عند دخول المنزل. أول حاجة أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله زي ما عملنا دلوقتي. القرآن الكريم قال لنا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. بأهل بيتك موجودين، حد موجود، والدك، والدتك، زوجتك، إخواتك، أولادك، حتى لو صغار أطفال سلم عليهم. طب ما فيش حد خالص، هل يجوز أن ألقي السلام؟ نعم يجوز، وأن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما قال العلماء والملائكة ترد عليك السلام. يا سلام بقى لما الملائكة ترد عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى سيدنا أنس بن مالك قال له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يبقى أنك من السنة أنك تسلم وانت داخل على أهل بيتك السلام عليكم ورحمة الله. هذا أمر. الأمر الثاني أن تبسمل. بس قبل ما أقول الأمر الثاني أنا عايز أقول لك كمان من ثمرات وفوائد وعظم أجر السلام إنك في ضمان الله. أنا بسلم أنت في ضمان الله. حديث أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة كلهم ضامن على الله: من خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله، من راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، من دخل على أهل بيته فسلم فهو ضامن على الله. يعني أنت في ضمان ربنا سبحانه وتعالى بعد أنت ما حققت البركة بالسلام. يبقى أنت تسلم تأخذ البركة وتملأ البيت بركة وأنت في ضمان الله. أمر التاني. أمر الثالث البسملة. بسم الله. من السنة أن نقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حاجة مهمة أوي، إنك لو دخلت وقلت بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم. لو أنت دخلت، طب لو وضع الطعام قدامك وقلت بسم الله قال لا مبيت لكم ولا عشاء، عشان انت ذكرت الله وبسملت عند الدخول. طب لو دخلتم قلت بسم الله لو ذكرتم المبيت، انتوا بيتين النهارده معانا او مع اهل البيت دول، وضع الطعام امامك ولم تسمي، قال للشيطان يقول لهم ادركتم المبيت والعشاء، يعني هتباتوا والعشاء كمان بتاعكم النهارده في البيت ده. ليه؟ علشان ما ذكرش ربنا سبحانه وتعالى عند دخوله. فخلي بالك، السلام ثم البسمله وقراءه سوره الاخلاص. الصورة اللي انا هقول لكم عليها، ما هو انا ممكن اقول الصورة على طول، بس عايز اقول لك برضو ما تنساش السلام على اليمين، ما تنساش انك تقول بسم الله وانت داخل، وما تنساش انك تدخل برجلك اليمين. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصورة هي صورة الاخلاص كما جاء عند الطبراني في المعجم، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد عند دخول بيته نفت الفقر عن ذلك البيت والجيران. يا سلام، انك تقرأ ايه؟ قل هو الله احد عند دخول البيت، الصورة دي تنفي الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في معلم الطبراني. يبقى انت من اداب الدخول تلقي السلام على اهل بيتك ان تذكر الله، تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، تدخل بقدمك اليمنى ثم تقرأ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصورة تنفي الفقر عن أهل بيتك كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. شكرا لك.